شطني يلا لا مؤاخذه يا راي. خش يا باشا على التفحيط يا باشا. يا ابن اللذينه ايه العربيه دي يا جدعان؟ اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في جي تي اي 5. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. امسوا صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك كتير. حلقه النهارده ان شاء الله قررت اعد بيجو 504 بناء على طلب الكتير منكم. بصراحه التعليق ده كان جاي من زمان، حد فيكم يقول يا عم ميدو بس انت لما نزلت استفتاء الراي كتير طلبوا الشاص واللي بعدها الكيس بورتاج. بالفعل انا بعد ما نزلت الاستفتاء ده لقيت كذا تعليق بيقول يا عم ميدو خلي بالك احنا قبل كده عدينا الشاص يمكن مرتين، مره الشاص العاديه ومره الربع. وتعليق تاني جه قال يا عم ميدو كفايه والنبي عربيات اوف رود بقى، احنا عايزين كده عربيات ملاك والدنيا بقى وحاجات والدنيا واكشن يعني. فانا قلت خلاص خلينا ناجل شويه الشاص كام فيديو كده وبعدين يبقى ننزلها ان شاء الله. بس هو هدف ان انا انزل الشاص دي يا جماعه ان هي الشاص 2023 مش الشاص القديم، وهي كان في بالي من فتره بعد كده نسيتها. ولكن بقى لما شفت تعليقاتكم كتير كل شويه يا عم ميدو عدل بيجو البيجو البيجو، فقلت خلاص خلينا في حلقه النهارده ان شاء الله نعدل بيجو. طب ايه اللي هيحصل بقى النهارده يا عم ميدو؟ احنا دلوقتي رايحين للراجل هنا شغال في المينا او في المنطقه اللي انتم شايفينها، المنطقه الصناعيه دي، قال العربيه موجوده فتعالى شيك عليها وشوفها وبعد كده لو عجبتك شيلها وامشي. فخلينا دلوقتي نشوف الدنيا والحمد لله العربيه سليمه ما فيهاش اي مشاكل. بس انا بصراحه ما اعرفوش هو قاعد فين بقى، بقالي فتره بدور على المحل بتاع صاحبنا واتوقع هو ده المكان. ان شاء الله يبقى هو. السلام عليكم ورحمه الله. هو فين يا جدعان؟ فين يا معلم العربيه اللي احنا اتفقنا عليها؟ والله يا اسطى هجموا عليا عيال وضربوني. ضربوك انت يا معلم؟ انت مش شايف شكلك ولا انت مستقلب نفسك ولا ايه؟ والله يا اسطى انا مش عارف والله ايه اللي حصل، بس عموما سرقوا البيجو بتاعتي. طب ودوها فين يا اسطى؟ وبعدين كام واحد دول؟ ثلاثه ضربوك يا اسطى؟ انت ب 10 يا اسطى، حرام عليك يا اسطى. لا اله الا الله. طب فين مكانه ما تعرفش؟ والله بص انا اقول لك على سر، انا بصراحه كنت بشرب ملوخيه وكان عليها فلوس كتير وكده، فجم بقى اخذ العربيه مني علشان انا ما سديتلهمش الفلوس وكده. طب يا اسطى انا عايز فلوسي. طيب والله يا اسطى انا مش معايا فلوس. طيب يا جدعان نعمل له ايه ده بقى؟ يعني انت يا اسطى العضلات دي كلها وبتشرب يا اسطى؟ انت مش من ضمن الناس اللي بيقعدوا يقولوا ما اعرفش الصحه ومش الصحه؟ تعالى يا اسطى. ولا 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 ما تجننيش يلا معاك يلا. تعالى عشان تتربى انت. تعالى تعالى. تعرف تعوم يا اسطى؟ عايزك كده توريني نفسك وانت بتعوم. ها وريني كده بتعرف تعوم ازاي؟ يا ولا نط يا ولا، يا ولا نط يا ولا في المايه يا ولا، عشان تفوق وتسمع الكلام. جاي تضيع الهديه الثمينه منك ياد، اوعى تطلع السلم عن فوقك. اللي انا فهمته منه بقى ان العيال دي يا جماعه تلاقيها موجودين في مطار الصحراء مش بتاعت ريفول، لا المطار الموجود وسط الاراضي الزراعيه هناك. فدلوقتي بقى المفروض هنروح هناك ونحاربهم ونجيب العربيه دي. انا بصراحه ما اعرفش الواد ده مستهتر ليه كده، لا اله الا الله. يعني ضربوه ازاي؟ انا مش فاهم. بقول لك ثلاثه يعني، عارف مثلا اقول لك اربعه خمسه انا تمام، لا بس ثلاثه يعني ما متهيألي انت ممكن تضرب الثلاثه وانت مرتاح. الرابع ها ممكن تقدر عليه ممكن لا، لكن ده ثلاثه بس. ده ايه ده؟ ده كداب كدب الابل اقسم بالله. عموما هو خد جزاته وكده كده العربيه ب 1000 جنيه يعني، فمش حوار يعني. ان شاء الله هنروح لها دلوقتي ونلاقيها. اتمنى من الله ان احنا نلاقيها، ربنا يسهل ان شاء الله. خلي ايه وضع عضلات قد ايه؟ وبقول لي معرفش. تتوقع يا جماعه الموتوسيكل ده هينط من هنا؟ لا والله العظيم لو انت قدنت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لحظه استوقافيه كده عشان صراحه انا زعلان من بعضكم يعني، عشان انتم ما بتحطوش لايكات. ما تحطش لايكات ليه يا اسطى؟ الفيديو مش لا لا بس قول لي الفيديو مش عاجبك. طب ايه اللي مش عاجبك فيه عشان انت ما تحطيش لايك يا اسطى؟ عايزك يا اسطى انزل حط لايك يا اسطى علشان ايه كده يعني. وانت يا حبيبي وانا عارف ان انت رجوله وهتحط لي لايك. زي ما انتم شايفين يا جماعه سرعه الموتوسيكل ده مفيش اسرع من كده يا جدعان، احنا واخدين على اسرع من كده. حد فيكم اتفرج على حلقه الاونلاين الحلقه اللي فاتت؟ والله يا جماعه انا زهقت من كتر اللفه الكبيره دي. بقول لك انا عايز اخرم صراحه. تيجي نخرم نشوف كده هنعرف نخرم بهذا الموتوسيكل؟ طبعا جماعه الموتوسيكل ده اسمه اكوما، انا مسميه كوما ما اعرفش ليه بناء على الاسم بتاعه الغريب ده. ممكن عايزك اعدي من هنا ولا مش هينفع؟ اه يا باشا ينفع موتوسيكل يا باشا مدني. بس هو انا ايه اللي بيطلعني فوق الجبل اصلا؟ ما احنا كده كده اللفه بتاعتنا. والله يا صراحه يا جماعه منو منكم انا غاوي الصراحه، احب اطلع فوق الجبال كده. بحب انا اول موتوسيكلات وانا طالع بيها فوق الجبال بيبقى الموضوع خطير. اوبا يابا خش يابا عليا بالبتاعوت. انت بتعمل ايه يا عم ميدو؟ انزل تحت يا عم ميدو، انزل تحت. والله العظيم فعلا يا جماعه انا ايه اللي بيطلعني فوق صحيح؟ ما انزل تحت وامشي بكرامتي احسن. كده كده اصلا هذا طريق مؤدينا الى نفس المكان بالظبط. والله العظيم انا ما عارف انا بعمل ايه، بس قشطه يعني عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا واحنا وصلنا خلي بالك يعني برضو. يا نهار ابيض، شفت يا جماعه اللي انا عملته ده؟ الحركه اللي عملتها دي يا نهار ابيض. الطريق ده بفكرني بمهمه البنك، اعلى هايست فيهم في الاونلاين. يا نهار ابيض، كنا احنا بنسرق البنك ونسافر مسافه كبيره كبيره وممكن تعيش وممكن لا. طيب دلوقتي بقى انتوا زهقتونا بقى انتوا الاثنين. انت يا ابني هتفضل طول عمرك تجري ورا الراجل ده يا ابني؟ لا اله الا الله. تعالى يا معلم. ها خلينا بقى طول كل ما عدي من هنا الاقيك بتجري وراه. يلا امسكه. اخلص مسكته. عاش بس كده يا سيدي كده 100 100. ما تخلوش يفلت منك عشان لو فلت منك حاجه اقتلك. برضه فلت منك تاني؟ لا اله الا الله. اهو شوف هيفلت منك ازاي بقى تاني. وريني بقى. ها ها خلاص تمام. كهرباء ولا ايه يا جماعه؟ والله ما عارف. بص يا اسطى انت ما تزهقناش معاك ماشي؟ ما تزهقناش معاك. استغفر الله العظيم يا رب. يا اسطى خلاص بهزر يا اسطى. يما
هو قام لي ليه ده؟ يا نهار ابيض، كل ما اعدي من هنا الاقيه نفسه ورا الولا. ايه يا جدعان انتوا ما بتزهقوش؟ يا لهوي على النطه دي. لا والله انا مش قصدي كده. ليه 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 الاذى؟ طيب ليه الاذى ده كله؟ عشان ساعدت الراجل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هتدخل على بتاع الخردة؟ لا لا لا، اعد الموتوسيكل. اوه بص بقى النطه دي، ويا سلام. ايوه يا كان في حركه في دماغي كده، لو الكاوتش كان مسك بس في الحديده كنا هنط نطه عاليه قوي. هو ايه التحويده اللي حصلت من شويه دي؟ هو في ايه بالظبط اللي بيحصل يا جماعه؟ بص بص يا اسطى، بص شوف 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 الاكشن، شوف الاكشن. ويهو يا نار ابيض على النط. الله الله اكبر. بص يا معلم، شايف النطه؟ مش اي حد يا باشا يعرف ينط النطه دي. ممكن بعزك نخرم من هنا. الله اكبر على التخريبه بتاعتك يا عم ميدو. المفروض بقى في هنا سباق يا جماعه، تلاقيهم قاعدين بقى مستنيين. لا ده واخدين اجازه النهارده. لا الموتوسيكل هيبوظ. والنبي يا اخي، والنبي يا اخي. طب اعمل حصان، حصان يا اسطى. باظ الحمد لله ما باظ. بتصطاد يا اسطى؟ عفارم عليك يا زلمه. رمس النار وفلت. يا نهار ابيض على الضحك يا جدعان. وبسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هنا الناس دي ولا ايه؟ ده المطار اهو يا جماعه. لا الواد ده بيضحك عليا ولا ايه؟ هل اتصل عليه يا عم اساله؟ يا معلم فين يا عم الناس؟ في اخر المطار؟ ايوه ايوه خلاص شفتهم شفتهم شفتهم. المفروض هم هنا يا جماعه في اخر المطار ده. ايوه واقفين اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثواني يا رجاله، هم ليه يا جماعه واقفين كده ما بيضربوش؟ يا نهار ابيض يا جدعان، ده بيضربوا عليا. قلت الليل انا كنت مفكرهم جاي لهم ايرور. تعالى يا نام يا مش هتصحى. يلا نام يلا انت هو. يا نهار ابيض يا جماعه، شوفوا عاملين ايه في العربيه. يا ليت الليل، تعالى انت هو. يلا فين الباقي؟ ايه ده، هم فلتوا ولا ماتوا؟ ده مش فاهم حاجه يا جماعه. الناس لحقوا؟ سبحان الله، لا تخرج قبل ان تكتب سبحان الله. الناس ماتوا والله العظيم. يا نهار ابيض على العربيه، يا لهوي. شغاله والله ما شغاله يا جماعه، ده منتهيه. طب هو انا ليه حظ كده دايما في العربيه تبقى منتهيه؟ يا عم روح انت هو كده يا عم، خلينا نشيك كده على العربيه نفسها. يا نهار ابيض يا جماعه، ده انا مش شايف اصلا اي حاجه هنا من العربيه. ايوه ليه شايفين يا جماعه شكل الموتور بتاعها عامل ازاي؟ طب وازاي بقى هي مش شغاله والمروحه بتاعتها شغاله؟ واه يا جماعه في تنقيط زيت هنا في المنطقه دي. العربيه دي يا جماعه حالتها صعبه. احنا دلوقتي بقى محتاجين نطلب الديماكس عشان تيجي تشيلها او تشدها، ولا نجيب اي عربيه من الشارع. بس ما اعتقدش في عربيه تبقى في قوه الديماكس في الشد هنا دلوقتي. خليني اكلم الواد جعفر، خليه يجيب لي العربيه بتاعتي. جعفر بعت لي العربيه بتاعتي بسرعه يا اسطى. ماشي يا معلم. بعد اسبوع 28 يوم يا ابن الله. سامحك يا ابني، الساعه 2 انت فين؟ لا اله الا الله، المفروض يكون وصل هنا دلوقتي. انا مش شايفه ليه الواد ده يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متهيالي هو ده والله، شكله هو. ما اعرفش هي العربيه مالها عامله كده يا جماعه. معايا بصوا يا جماعه، العربيه مش هتلون. هو حرام عليك يا اسطى، اتاخرت ليه؟ يخرب بيتك شطني يلا. ولا يا ابن اللذينه. يا ابن اللذينه، عايز تموتني يا اسطى؟ تاخد عربيتي؟ خد يا انزل يلا انزل يلا. والله يا اسطى ما انت راكبها تاني. انزل تعالى انزل يا اللي ما عندكش دم. عايز تموتني انت؟ ما عندكش دم اقسم بالله. شفت يا جماعه داخل فيا ازاي؟ ولا فكرها هيجي يقف عندي وبتاع ودنيا. يا ابن اللذينه والله يا عم انت ما عندك دم. شوف يا جماعه بوظ العربيه ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه بقى هات لي بقى اللي صرف لي عليها بقى صيانه وبتاع ودنيا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يا جدعان حرق دم يا جماعه بسبب الخبطه دي. انا بس نرجع كده نشبك اقرب بس كده. يا لهوي يا جدعان، شفت الخبطه عامله ازاي؟ بص صحيح نسيت ابص على العربيه. خلاص بس ننزل نشيك عليها ونعدل الجدون بتاعها بدل ما هو محوت كده، عشان بس نعرف نسحبها براحتنا، لان بالشكل ده مش هينفع اصلا ان احنا نسحبها بالشكل ده. يا لهوي على الدمار الشامل المتكامل. بس كده اتمنى كده يكون الكاوتشات مظبوطه كده، اتوقع 100 100. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احسن حاجه في الديماكس هنا يا جماعه، بص انها تسحب ولا تبقى اصلا. لو انت مين يعني علشان ما اقدرش اسحبك زي ما انتم شايفين؟ بس الامانه العربيه الوحيده اللي ما قدرتش تسحبها وهي الدبابه. والله العظيم يعني اللي هو انبهرت بصراحه. بس انتوا فاكرين حلقه اسمها ايه دي بتاعت المدرعه اللي هي اللي قدرت تسحب الدبابه وراها وتجرجرها في المعسكر كله؟ عايزك بعد ما تخلص الحلقه دي تروح تتفرج عليها. اما اخذ يا ريس. يا نهار ابيض، الراجل نازل يشتري موز يا جدعان. خبط خبطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا هانت يا حاجه لما يتبقى سوى القليل. خليك صامد، الله يعطيك الف عافيه. ايوه افضلي بقى تمرجحي اوقع عينا. ايوه خليك ثابته كده. ايوه الله يهديك يعني. انا بس عندي سؤال محيرني، ليه مثلا ما بتخدش من ورا من عند بيني من ناحيه الشمال، لازم ادخل من ناحيه اليمين؟ والله غريبه يا جدع. الحمد لله على السلامه. لازم بقى نحاول نركنك قصاد البتاع بالظبط. ايوه كده مثلا، ونحاول بقى نزقك كده عشان طبعا صاحبنا ينزل يركب على طول يروح داخل عند بيني، لان بيني بيعمل نفسه من بالها. لازم توقف عنده بالظبط يعني. اتوقع كده تمام. ارسل بقى يا باشا، اركن لي الوحش بتاعك ده هنا. بس يا نهار ابيض والله يا جماعه، بوظ البتاع ده، متحرق على العربيه اقسم بالله. عارفين طبعا الديماكس من يوم ما جبناه وهي غاليه عليا والله العظيم، شكلها رهيب جدا. بس في ديماكس ثانيه جايه يا جماعه، هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم بيني؟ معايا العربيه بيجو يا معلم، مش عايز اتحرك، ممكن تشدها لي؟ يا نهار ابيض يا جماعه، متخيلين هنصرف 10000 جنيه على العربيه جايبينها ب 1000 جنيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بص الشكل واشتغلت. تعالى نبدا نعزز الانجن بتاعها. يا نهار ابيض شايفين شكل الانجن عامل ازاي يا جماعه. ندخل بعد كده على الكراسي نفسها. زي ما انتم شايفين يا جماعه، تلاحظوا الكراسي كده واطيه وبتاع. انا بصراحه بحب الكراسي. ايوه اللي بيبقى لها رقبه زي دي. حط يا باشا الاثنين لهم رقبه. وال يعني البيجو اصلا يا جماعه الكراسي بتاعتها رقبتها بتطلع وتنزل. ان شاء الله كده لو اتصادفت مع عربيه بيجو هشوف الموضوع ده فيها، ده هتبقى رهيبه جدا. اكتبوا لي في التعليقات برده انا نفس الكلام. طبعا يا جماعه العربيه دي نقدر نحولها الرالي بالكامل، بس للاسف مش هحولها الرالي. احنا عايزينها كده عربيه مدنيه زي ما انتم شايفين، نقدر نحولها الرالي. بس كان نفسي والله يا اسطى تشير للاسبوع
كولر ده نهائي. يلا عادي مش مهم، خلينا نختار ثاني واحده. وعندك طبعا الورق كده هيعملها لي رالي، ممكن نحطها، بس المشكله الاستيكرات دول عارفين لو لونهم اسود وكده كنا قلنا ماشي. الكشافات بتاعتها من ورا اصفر، فبصراحه بفكر ما اغيرهاش لان اللون الاصفر بصراحه شكله شيك عليها. خلينا احط لها نيون لايت ورا ونخلي لونه احمر بالشكل ده، ونخلي الريسبلاي بتاعها ايوه بالظبط كده، ونخلي اللون بتاعها ايه بقى يا معلم؟ اتوقع هو ده يا جماعه، اللون ده هيبقى جامد عليها مش كده. عندك برده نقدر نلون داخليتها اللي هنا بالظبط انتوا شايفين، نخليها برده قريبه من اللون بتاع العربيه من بره عشان بس يبقى كله ماشي مع بعضه. تقريبا اقرب لون ليها يا جماعه اللون البني ده. وهنخلي الكراسي اللي جوه نفس اللون برده، بحيث تبقى العربيه كده من جوه ومن بره كلها نفس الشكل. يا سلام على الشكل. ارجع تاني بعد اذنك بقى للكاوتشات. بصوا بقى الكاوتشات اللي احنا هنختارها لها. انا هدخل صراحه على الكاوتشات بني واختار لها كده كاوتشات نظيفه من ناس محترمه، بس خليني بس قبلها بص كده هنا اشوف كنت مركب كاوتشات اشوفها ظهرت ولا لسه. تقريبا يا جماعه لسه الكاوتشات اللي انا كنت مركبها لها ما ظهرتش. يلا عادي مفيش اي مشاكل. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه دي الطره بتاعتها الاساسيه، عارفين طبعا الطرات القديمه دي ما بتبقاش ماشيه مع الاستايلات الجديده، فزي ما انتم شايفين يا جماعه لما نبدا نحط لها طره جديده في الشكل عامل ازاي اظن بقى اسطوره. خلاص خليني اختار لها بقى وليكن مثلا الطره دي. انا بصراحه يا جماعه الطره دي عجباني جدا، وندي لها نفس اللون العربيه بالظبط، ايه رايكم؟ بحيث تبقى العربيه كلها ماشيه كده مع تنسيق واحد بالظبط كده يا سيدي. زي ما انتم شايفين ندخل بعد كده نعمل الدايره البيضاء. والدايره الحمراء دي كانت هتبقى حلوه يا جماعه لو العربيه بقت لونها احمر، صدقوا. بصوا خلينا كده نختار اللون الاحمر ونرجع تاني للسبلي كده، خلينا نشوف لو ادينا العربيه دي لون احمر هيبقى شكلها عامل ازاي. اتوقع شكلها هيبقى حلو مع الكاوتشات. والله لو شكلها هيبقى حلو فانا هعتمد اللون الاحمر صراحه. لا يا جماعه اللون الاحمر صراحه ما طلعش لذيذ صراحه زي اللون ده بصراحه. يعني انا حبيت اللون ده جدا عن اللون الثاني، حاسس ان اللون الثاني اللي هو هيبوخ العربيه. فخلينا عموما ندي لها كده خط ابيض. بسم الله ما شاء الله عليكي، والله انت عربيه جميله. خلاص ضد الانفجارات، ونخلي الانور بتاعها على اعلى حاجه. ندخل بعد كده على الفرامل برده هنخليها على اعلى حاجه. وشك مال لورا زي ما انتم شايفين يا جماعه، عارفين الشكل التقليدي بتاعه، لا احنا بقى هنخليه الشكل الجديد ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ اظن بقى كده اخطر. يعني شفتوا ده ولا ده؟ لا ده طبعا عشان بصوتها كده عالي ودنيتها 100 100. وخلينا نجي للشبكه الاماميه. زي ما انتم شايفين يا جماعه في ثلاث انواع من الشبكات. انا الصراحه الشبكه اللي انا حبيتها اللي هي اللي فيها العلامه دي احسن، يعني تحسها كده منوره وبنت ناس محترمه. وزي ما انتم شايفين يا جماعه دي الليفرات اللي نقدر نحطها على العربيه، بس طبعا انتوا عارفين عربيتنا عربيه عاديه مش عربيه رالي. نقدر نحط لها هنا كده حاجه غريبه بصراحه مش فاهم دي ايه بالظبط، بس خلينا نحطها لها. نهبط العربيه نعزز سرعه نقل بتاعه الغيارات ونحط لها تربو، واخيرا النوافذ هنخليها اسود فيسود زي ما انتم شايفين. وكده انا اقدر اقول لك ان انا خلصت العربيه شبه مش كامل، لان لسه عايز اغير لها الماتور، وعايزين نعرض كاوتشاتها ونهبطها من ورا ونرفعها عشان نعرف نسابق بيها وندرفت بيها والدنيا دي كلها. ده يا جماعه صوت العربيه قبل تغيير الماتور. يا اخي تحس صوت موتوسيكل مش كده؟ وده صوتها بعد تغيير الماتور. اظن بقت العربيه جامده. شوف بقى الفرق وهي بتفرك، يا نهار ابيض على الجمدان. طب دلوقتي استنى بس اتقل شويه، لسه شويه. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الكاوتشات بتاعتها رفيعه، انا ما بحبش كده. وزائد كمان العربيه مرفوعه بيجي 504، احنا عارفين ان هي بتبقى واطيه من ورا عشان نعرف بقى نرفعها بيها ونسابق بيها. فخلينا دلوقتي نفتح قائمه تعديل الكاوتشات. خلينا اول حاجه كده نهبط الكاوتش اللي ورا. ايوه اتوقع كده تمام. لا بس يا باشا هبط ثاني بس معلش. ايوه بالظبط كده. وكذلك برده الاماميه برده هنخفضها شويه، احنا بقى عايزين نخلي عربيتنا روشه بقى شويه. ممكن نخليها كده، اقول لك على حاجه. ايوه خليها هما الاثنين واطيين كده. لا معلش يا اسطى ارفع سنه بس بالظبط كده. شفت الشكل عامل ازاي؟ كده تحس العربيه يعني بدات تكون ها. نرجع بعد كده بقى للكاوتشات نفسها. خلينا بقى نعرض الكاوتشات بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كده اتوقع العرض بتاعها مناسب، ما اعتقدش ان انا اعرض اكتر من كده، لان هي لو اتعرضت اكتر من كده الدنيا هتبوظ مننا. وخلينا نطلع الكاوتشات بتاعتها بره كده، وكذلك برده الكاوتشات الخلفيه بالشكل ده. وليه رايكم كده في شكل العربيه؟ بذمتكم يا جماعه العربيه مش جامده؟ بص يا باشا شوف الفخامه عامله ازاي. استنوا ده انا اوريها لكم بنفسي. انا بص 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 تحفه فنيه. بس تتوقعوا يا جماعه ايه اللون اللي هيبقى كويس عليها غير اللون ده؟ اوه سمعت صوت التتويره. والله يا جماعه انا بفكر اغير لها اللون ده، معرفش بصراحه. حاسس ان هو حلو وفي نفس الوقت مش لذيذ كده. يعني حاسس ان احنا لو ادينا لها لون سماوي هيبقى احسن لها بكتير. طب بقول لك على حاجه، خلينا نروح للميكانيكي التاني احسن لنا، خليه يظبط لنا الدنيا احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيب قلب، اخبارك ايه؟ كله تمام. الوحيد اللي معرفش اسمه في اللعبه ايه. لسه ده اللون الاسود جامد عليها يا جدعان. يا نهار ابيض. شوف يا جماعه اللون ده عامل ازاي واللون ده عامل ازاي. انتوا عارفين بعد بصراحه ما شفت الالوان دي، حلو اللون ده يا جماعه صدقوا شكله رهيب، تحسوا نفس العربيه الحقيقيه بالظبط. واللون ده رهيب عليها برضو. ايه رايكم نختاره؟ انا بصراحه اختار اللون ده، خلاص انا هعتمده. اظن كده الشكل الجامد يا جماعه اخر 50 مليون حاجه مش كده؟ والله الشكل اسطوره. بصوا بقى مش على الدخليه بتاعتها عامله ازاي. يا سلام. بصوا حتى الدخليه بتاعتها بالصدفه ماشيه مع نفس العربيه برضو من بره. يلا بس سامعين صوتها يا جماعه عامل ازاي؟ صوت هوندا ده على فكره. انا حطيت لها ماتور هوندا يا باشا. اتفرج بقى يا باشا، خلينا نشوف بقى السرعه بتاعتها تبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اركن يا الهرا. اسحب. المفروض انا سحبت حد معايا عشان يوقفني. ازاي ده ما سحبتش اي حد معايا؟ لا انا كده زعلت الصراحه. بشد يا مدير. اللهم صل على النبي عليك. ايوه نط بقى النطه دي. الله اكبر عليك. فرمله فرمله. طب شبك في اي حاجه، شبك يا اسطى بسرعه. يا نهار ابيض. صحيح يا جماعه عايزين نجرب لها اللي هو الاختبار بتاعها ده، عايزين نشوف هتقدر تشد العربيه ولا لا. متوقع تقدر تشد الجيب دي؟ خلينا نجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
يلا يا وحش يلا يا وحش. بص يا جماعه بنتخانق انا وايه. لا بصراحه بيجو انت اكزلتيني الصراحه. انا فاكر في يوم يا جماعه ان في واحد كان راكب عربيه دي ماكس، كان شايل حموله كتير. طبعا ما اعرفش دي ماكس بيشيل قد ايه، بس كان شايل فوق العربيه كتير اللي هي الشكاير والشوله والدنيا دي كلها. فعطل في الطريق، فجت عربيه بيجو جميله زي دي سحبت الراجل وفضلت ماشيه بيه مسافه كبيره جدا لحد ما وصلته لاقرب ميكانيكي. وبصراحه انا كنت منبهر، معقول عربيه ملاكي تقدر تشد عربيه زي دي؟ يا نهار ابيض يا جدعان. لا 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 العربيه دي يا جماعه لازم ادخل بس بقى ماليش دعوه. والعب يلا. بص بص شوف طفيت، شوف 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 تمشي ازاي. بس بقى شويه يا لهوي موتنا الناس. لا اله الا الله. السريع بقى خلينا نطلع الدراج ريس عند الواد ابو عضلات اللي اتضرب ده. خليني برده اوريك شكل العربيه بتاعته خليه يحزن عليها. شوف شكلها بعد التعديل عامل ازاي. يا نهار ابيض يا بنت انت اللي بتعمليه ده يا بنت. لا حول ولا قوه الا بالله. اوه يا جماعه بصوا لها ستيبن تحت. طب عاش والله ده 100 100 العربيه دي. وبسم الله الرحمن الرحيم خش يا باشا على التفحيط يا باشا. شوف 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 رايحه فين انت. انت رايحه فين يا حاج؟ انت رايحه فين؟ طيب قولي لي بس انت رايحه فين؟ نفسي اعرف بس مين اللي هينافسني يا جدعان. لا اله الا الله. قال لا عربيتين كلاسيك. اوه السلام فان يا جماعه مخيفه خلي بالك. بصوا يا جماعه شوف اللي قال انتوا بتتنططوا انتوا الاثنين. لا انا مش قدكم بقى على كده. استنى يا اسطى استنى استنى يلا يلا خلينا ندخل دراج ريس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوه عايز تجاوم يا اسطى؟ تعال يا اسطى جاوم يا اسطى. لا 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 ده سريع قوي يا جدعان الواد ده. اوف على العربيه بتاعته خبطتها. التاني لسه مفكر يجي. لا اله الا الله. بس والله يا جماعه السلام فان قلت لكم حلو على فكره بتشد مش حتى في الاونلاين نفس الكلام. بس بتعملها طابطه معينه يا بنت. موت يا بنت الذين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. مين يا جدعان اللي هيسابقني تاني؟ اوبا يابا على السلام فان يابا. عايزين يا جماعه نعدل السلام فان. اكتبوا لي سلام فان في التعليقات وان شاء الله يبقى نعدلها في احدى الحلقات ان شاء الله. بس انا نفسي افهم ايه دي يا اسطى؟ في ايه بالظبط؟ انا بصراحه مش فاهم في ايه بالظبط. والناس دي كلها بتجري فين؟ اه يعني يا رب المؤمن عند البنت اللي ماتت. طب ثواني بس يا جماعه خلينا نجيلها بس من الطريق كده اكتسب فيها خير. يا عم روح يا عم انا مش عايز اشيلك انت. قال لا ما تمشي ادخل نشيل يا ابني البت دي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني انت لازم تنفجر والله لازم تنفجر عشان تتعلم الادب. 3-2-1 جو. ايه يا ابني ده يا ابني؟ ايه يا ابني العربيات دي يا ابني؟ عايزين نروح دراج ريس ثاني يا جدعان. العربيات هنا بطيئه مش عجباني. يا لهوي على السلام فين. هو ايه يا جدعان حكايه السلام فين دي؟ سريعه قوي كل شويه تخبط كده. لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا بقى نسلم على الرجاله دول. هلا والله بالشباب اخباركم ايه؟ كله تمام؟ لا يا جماعه استنوا يا جماعه بصراحه عجبني الوضع. استنوا استنوا هو ايه يا جماعه؟ هو كل ما عربيه تطلع يدخل قصاد. اه بصوا يا جماعه اللامبورجيني دي عايزين برده نسابقها. تحس اللامبورجيني دي كده لما نفسها كده عكس التانيين تحسهم متبعطرين. وهلا والله بالشباب اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز ادخل السباق ده يا رجاله في ايه طيب؟ يا اسطى تجاوبني يا اسطى باللامبورجيني بتاعتك دي. تعالى كده انزل بص عليه بصه. يا اسطى تجاوب ولا انت خايف؟ جاوبني يا اسطى باللامبورجيني بتاعتك دي. بعد ما السباق ده يخلص هتقعد تدخل قصاد قشطه. يلا بينا يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بس نجهز كده يا جماعه العربيه بتاعتنا. اسمع صوت التدويره متعه. وبسم الله الرحمن الرحيم. يا مساهل الحال يا رب. بسم الله دخن يا باشا كاوتشاتك. اصلا كاوتشاتي سخنه اصلا من كتر الفرق. بس بس لا تنفجر فينا ولا حاجه. يعني انا شايفين يا جماعه الكاوتشات عندي سخنه قد ايه؟ ربنا يستر. جو يا ابني. ايه عربيتك التعبانه دي يا ابني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله هو ليه حاسه بدا يشد يا جماعه؟ لا والله يا اسطى انت محتاج فرص اعلى من كده. طب يا جماعه خلينا نسيب بقى المنطقه دي ونطلع فين بقى؟ على مطار تريفول. ليه بقى؟ عشان العربيات هناك الطريق اطول وبالتالي العربيه هتاخد راحتها. عايزين نشوف عربيه تنافس البيجو دي. بصراحه النهارده مش شايف العربيات السريعه اللي كنا بنشوفها الايام اللي فاتت. بصراحه ما اعرفش ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا نهار ابيض يا عم يا اسطى البيضاء اخزي يا رئاسه. والله العظيم مش قصدي. يا نهار ابيض. استنى يا جماعه ده في اتنين هنا عايزين يدخلوا دراج ريس. انتوا يا جدعان سخنين كده على الاخر. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ده على طول كده. يلا 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 3-2-1 جو. يا ابني ايه ده يا ابني؟ خليك كده شد العربيه يا جماعه فيهم وخليها اللي تفوز. لا لا صراحه انا مش عايزك انت اللي تفوز. لا لا اهدي شويه. ايوه اهدي شويه خلي الثانيه اللي تفوز. ايوه شوف يا جماعه زنقت عليها ازاي. اوبا اوبا تعالى يا حاجه هخليك تفوز تعالى. والله شدتها يا جدعان. لا اله الا الله. والله مش شدها. مش هتفوز يا ريس صدق. انت مش هتفوز يعني مش هتفوز. مش هتفوز. هو اللي فاز يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله. زمان بدا عليا والله العظيم. بقول لي يا اخي حسبي الله. يا نهار ابيض. والله يا جماعه العربيتين دول حسنه قوي. يلا يلا فركه في الزق. يا سلام على التفحيط يا مدير 360 بقى 360 على اخبط في العمود يا حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا اسطى تجاوم يا اسطى جاوم. يا عم انزل له كده يا عم خلينا نشوف يا عم. احنا عايزين نجاوم الصراحه. عربيته عجباني يا اسطى. خد يا معلم عايز اجاومك يا اسطى تيجي؟ يلا مع دس على رجلي ابن اللذينه. انا نفسي افهم عربيتي النقل دي تيجي تعمل ايه هنا. والله انا ما فاهم صراحه. ومتعدله ومتظبطه و100 100. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده هو في اتنين ولا ايه؟ ليه بيلفوا علينا بعض يا جماعه الاتنين دول؟ اشمعنى قبل العربيه دي؟ انا مظبط مع العربيه اللي ورا. عموما خلينا نجرب. احنا كده كده مش خسرانين حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حاجه بسم الله. انا هجيبك دلوقتي استنى بس. 3-2-1 جو. اوبا يا جماعه العربيه مقربه تعمل حصان. انت هتعرف تجيبني يا اسطى؟ مش هتعرف تجيبني يا ابن اللذينه. ايه العربيه دي يا جدعان؟ لا 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 لا.
وات ده وصل المريخ ده يا نهار ابيض انا ما توقعتش نهايه السرعه الغريبه دي ايه ده ايه ده هو في ايه ليه البرشوت ده عندي خلاص يا عم هو اللي فاز والله والله هو اللي فاز يا اسطى انا خسرت ايوه قال ايرور يا جماعه اصلا مش مدرك اللي حصل له يا نهار ابيض العربيه يا جماعه انت متخيل سرعتها قد ايه انا متوقع يا جماعه العربيه دي كان سرعتها 300 حاجه زي كده خش يابا على التحدي الاشرس بين العربيه الصغيره والعربيه الكبيره انا هوريكم انتوا الاثنين شايفين نفسكم جامدين انا بصراحه خايف من العربيه اللي هناك والله يا جماعه مش من العربيه دي عموما ربنا يستر هنجرب دلوقتي وبسم الله الرحمن الرحيم يا جدعان انتوا بطقوا قوي ليه كده يا جدعان لا حول ولا قوه الا بالله ايه يا معلم سبقتك يا اسطى ايه ده يا اسطى ده اوه بصوا يا جماعه التاني لا استنى يا اسطى ما تشوطنيش بره يا اسطى يا نهار ابيض التاني شد شوطه شد ازاي يعني ده لو اخد فرصته يمكن تلاقيه عطل بسبب ان انا كنت ماشي قدامه اه والله ممكن ليه لا هو لازم البنت دي كل مره تتخبط تاخد نصيبها كده في الخبطه انت بتعمل ايه يا معلم والله غريب يا جماعه ان انا ما خبطتوش اصلا ايه يا اسطى تجاوم يا اسطى يا نهار ابيض يا جماعه ده حالته صعبه ليه ايه ده اه بصوا يا جدعان بصوا ركزوا خد يلا معاك يلا خد يلا معاك يلا يلا نهار ابيض نفس السرعه بالظبط يا جماعه اهو بس استنى يا اسطى خليها اشبك معاك يا اسطى يا لهوي شوف يا جماعه السرعه راح فين يا نهار ابيض طبعا كالعاده لما بعدت اختفوا ودلوقتي يا جماعه جت اللحظه الحاسمه هنجرب العربيه دي في طلعه الجبل العربيه دي مشهوره بقوتها وطلعتها وما اعرفش والدنيا دي كلها مع ان الكاوتشات اللي راكبه لها كاوتشات مش مناسبه ليها بس زي ما انتم شايفين يا جماعه حرفيا بتجري في الافرود صاروخ ده ايه ده بصوا شايف الشكل يا نهار ابيض على الجمدان بتاعها انت مالك يا حاجه بتتقلبي يمين وشمال في حد مزعلك ولا حاجه ممكن تفحيطه كده يا سلام على تفحيطاتك يا عم ميدو 360 بقى يا حاجه العربيه دي يا جماعه تقريبا ما بتعملش 360 لا بتعمل والله العظيم بس على البطيء بس عاش والله عجبتني جدا بما ان العربيه دي يعني هنعتبرها ملاكي من نوع شديد شويه فانا بصراحه عايز اطلع من اصعب حته في الجبل الكبير اللي قدامكم ده للناحيه الثانيه منه المفروض يا جماعه الطريق هناك يلا هبدا بصراحه ما اعرفش ايه اللي جابني من هنا بس قشطه عادي ما فيش اي مشاكل وال ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده والله انا حسيت للحظه ان دي حفره اكتب لي دلوقتي التعليقات هل العربيه دي تقدر تطلع الجبل انا بصراحه شاكك عشان هي هابطه في الارض وفي نفس الوقت الكاوتشات بتاعتها بس يعني بصراحه مع العم ميدو ما فيش حاجه مستحيل بس انت برضه اكتب لي في التعليقات يا نهار ابيض يا جماعه ده بتعاني اقسم بالله بس بتطلع بص شوف بتزحلق ازاي لا وبتعملك 360 يا ست دي طلعت جبل بتعملي فيها 360 اوعى تتقلبي يا لهوي لا يا جماعه تقريبا كده الكتاب باين من عنوانه ربنا يستر بقى بسم الله لا وبترجع بطريقه عادي لو ايزي عايزين انت بتتكلم في ايه بالظبط هنطلعها برضو يا حاجه ما انت مشكلتك دلوقتي مع البتاع دي انت ماسكه فيها ليه طيب حالفه يا جماعه 100 يمين ان هي ما طالعه ده في ايه ده بس هتطلع ان شاء الله بسم الله مش عايزك تفتري في نفسك اطلع براحتك زي ما انت عايز مش انا نمر ابيض انت بدل ما اطلع لك يلا طبعا ده يا جماعه اسمه النمر الجبلي نصيحه مني ليك لو شفت تجري اه والله العظيم او تكون راكب عربيه في الغالب يعني جو اصلا خايف منك ايوه كده لازم يجب عليك ان تهرسه هرسه يا ولا يا ولا يا ولا طب ايه لازمتها اللفه دي انا بصراحه ما اعرفش بسم الله عارف يا جماعه برضو العربيه طالعه مرتاح خلي بالك اللي هو يعني عجباني طلعتها بسيطه كده جدا وهاديه بسم الله ما شاء الله عليها هات لي كده من جوه يا باشا خلينا بس نشوف من جوه عامله ازاي بص يا باشا شوف الداخليه عامله ازاي روقان من الاخر شايف يا معلم طالعه ازاي يا ايزي يا عزيزي متهيألي دي الطلعه يا جماعه تبقى من هنا لان تقريبا الحته دي ايام وقعنا فيها انا واصحابي دي يا نهار ابيض كان ايام ايوه اديله دوس يا عم دوس ما يهمكش دوس روح بس اهدى بس هنا شويه عشان ناخد بس يمين ايوه بعد كده شمال بالراحه بالراحه رايحه فين انت رايحه فين يلا بسم الله الرحمن الرحيم والله يا جماعه كنت متوقع ان هي تعمل حصان في الطلعه دي بس قشطه عليها جامده حافظه على نفسها شو والله ان هي عربيه ممتعه والله يا جماعه عربيه فعلا لذيذه لا عجباني جدا شكلها بصراحه اللون بتاعها خرافه يعني انا اديتها اللون ده اصلا وانا اللي هو يعني متردد في اللون ده طب اللون التاني احسن منها لا طلع اللون ده برده عليها جامد جدا بس كده يا سيدي بكل ايزي وسهوله يعني وات از ذس برو كان يو دو ذات العربيه بصراحه طلعت بكفاءه بصراحه وكانت عجباني جدا بسم الله ما شاء الله عليها وبصراحه عجباني حكايه المساكات اللي على الشنطه دي بصراحه انا بحطهم كده مش مقتنع بيها بس بعد ما حطيتها كده لا شكلها رهيب طبعا يا جماعه لازم تكونوا عارفين العربيه دي يا جماعه نقدر نحولها بالكامل لنسخه رالي او اوف رود زي ما انتم شايفين شكل العربيه عامل ازاي يعني يا ريت برده تكتبوا لي رايكم في التعليقات صراحه العربيه بالنسبه لي انا ممتعه ما فيهاش ولا غلطه بس غلطتها الوحيده بس ان هي تحسها ان هي ماشيه على صابون بس مش اكتر بس طبعا احسن من الشاص اللي هنعدلها الحلقات الجايه ان شاء الله ربنا يسهل امتى هتنزل الله اعلم يعني بس احتمال كبير نعدل سبورتاج الحلقه الجايه لان برضو في كتير منكم طلبها في منكم برضو طلب مني التسلا صحيح خلينا بس نشوف هل هتعرف تطلع السلم ده ولا مثلا عشان هي واطيه فمأثر عليها تفتكروا يا جماعه تقدر تطلعوا والله يا جماعه انا ما اعرف صراحه خلينا نجرب بسم الله بسم الله طلعت اهي اول سلم اه لا يا بيجو مش انت يا حاجه ثاني يا جماعه دي عايزه دفعه قويه دي بسم الله الرحمن الرحيم دايما يا جماعه عندي مقوله مشهوره كده بحبها بيجو للمصريين والشاهين للاتراك واللادا للروس بمناسبه اللادا ففي منكم طلب مني ان انا اعدلها لان هي العربيه الوحيده لسه ما عدلناش لحد دلوقتي لان احنا طبعا عدلنا 3 اشهر
العربيات في العالم كله، البيجو والشاهين والسلاده. وبس كده شباب كل سنه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه البسيطه اللذيذه دي عجبتكم، بقى ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واكتبوا لي رايكم في التعليقات على هذه السياره الجميله، واكتبوا لي عايزين نعدل لكم ايه الحلقات الجايه. الله يشوفكم على خير، سلام. هلو ايفريوان، ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.